السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. كنحيي جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وخاصه المتتبعين قناه بشير العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم وتبارك الله عليكم. اليوم اخوتي، من بعد واحد شويه من القصص ديال الاباطره المخدرات والجرائم والحباسات والقتل، نرجعوا لهذا الشيء على شويش، نهضروا شي حاجه اخرى، نبدلوا شي امور تذكروا عليها عاوتاني، مبينيها شي حكايات ديالنا التاريخ، درايم الانسان شني شاف شني عرف وشني مع من تلقى ومع من هدا وفين غمر. وبنادم مزيان انسان، قال لك من تنكر لماذا تنكر له حاضره. لا ود الانسان مره هذا شي حاجه الماضي، وهذه تفكر فيها الهينون وصحاب الطفوله والاصدقاء. اليوم بغيت نهضر واحد القصه كان وقع لي انا شخصيا، قصة عادية ولكن فيها بعض الدروس، بعض العبار، وبعض اولا بعض الدردشة. حنا كنسمى دائما الدردشة، لان حنا محتاجين النشاط والحكاية، لان الدز الانسان وخاصة في هذا الوقت هذا، الانسان خصو يروح على نفسه شوية في دار ويضحك، وهادي ميبقى شي في الرسمية بحال اللي كيقولو هما. هادي وقيلة ربما في 1990 اولا 91، ما كتعرفوش شحال هادي قبل ما كاين الجواز الصالح، ما كاين لا باسابورتي ولا والو، كان باسابورتي صعيب تعدل الباسابور. وفي 90 ولا 91 كانت الدولة صافي شرحات اللي بغى يعدل شي باسابورتي يعدلو، ناض كلشي كيعدل الباسابور ديالو، من بينهم هذا عبد الضعيف. هذا جمعت انا الوثائق، جمعت كلشي هادي. المهم باش ندبر واحد الشهادة ديال الخدمة، احنا دائما كنخدم ما كاينه شهاده لا والو، دائما احنا الخدمه ديالنا الانسان اللي كيخدم خدمه حره، يعني كيعيش حياته كامله حر مع راسو، المهم يعمل اللي يعمل كتما حر، يبيع ويشري او لا. المهم طلعت من تطوان عند شي عائله ديالي تمايا، قالوا لي عطيني واحد الشهاده ديال العمل، طلعت عندهم عطوني ديك الشهاده ديال العمل، مع طلعت معايا ديك الوثائق، واحد الملف في الدفع فيه بزاف ديال الوثائق بين حسن السيره و وشهادة العمل وديك اللي كيحتاجو في جواز السفر كامل كان معايا. إوا خرجت أنا عاوتاني، مشيت بحالي، بقيت ديك النهار كنتسارى في تطوان، مشيت عباسيون الغرسة الكبيرة، مشيت عباسيون الفدان، مشيت لليارين طرانكات، المهم كنتسارى في تطوان ما كنعرف، قنوت فيها تمايا، مشيت عند شي عائلة تمايا عاوتاني عين خباز، مشينا هنايا. المهم دورت مع راسي والتهريب، مشيت شفت السينمات لي تما عاوتاني، بارتيت كنتفرج عاود بارتي سعيدة، سينما اسبانيول، سينما ابينيدا. المهم كنت تلف سعيدة. المهم مشيت لواحد المطعم كليت عاوتاني، جيت حالي المحطة الخنسية، الخنسية قطعت الورقة طنجة، شبات الورقة، هاوت حالي في الدروج. انا دائما كنشوف الورقة اسم ديال الشركة النقل فلان فلاني، صافي معروفة. عاود نتاحيت فين عارفين موجودين كيران، وهادي عملتها فين هاديك الشركة، قطعت الكرة هو الاسم اللي عندي في الورقة. ماشي كأيها الناس، بحال الناس بام مشات كريسون، قلتلو الورقة هادي، قال لي زيد، وهي شاف الورقة باسم الشركة، قال لي زيد. طلعت هنا عاود شفت واحد البلاصة كدا ريحت فيها، ريحت عادي بخير كدا، كانت تسنى الساعة كدا، ما قلت له ليلك الجريدة إلا في يدي نقرا فيها مثلا، واحد الجريدة في يدي كنقرا هيدا أولا كنتفرج فيها، حنا أكثرية كنتفرجو أكثر من كنقراو، القراية عندنا ضعيفة في المغرب، القراءة حنا ضعاف في القراءة، ولكن في التفرج في التصاور شي حاجة كنعجبنا نتفرج. المهم أجالس هيدا والكار باقي كيعمر، بنادم كيركب، جا واحد السيد عاوتاني تا هو جالس، كان موجود بلايص، أنا جالس بلاصتي، جا تا هو جالس بلاصة ديالو قدامي عاود. المهم طلع واحد السيد كيبيع الكتوبة، فيدو شي كتوبة هكدا كيكتب، المهم ما عطاتو كانهين عندي أنا، ناشي ما شافت ديك الجريدة في يدي مع شي كتوبة مكتوبة، هادو كدا مكيسمي لي فيهم، قلت أنا مبغيتش نحكم نخلي على الكانة ديالو، قلتلو عندك الكتاب فلان فلاني، كتبت واحد العنوان. وما عندوش ديك الكتاب، المستحيل كاع يكون عنده، انا غير باش نخلي عليه كان ثم نحقروش، قلت له عندك العنوان فلان كتاب فلان فلاني، قال لي لا ما عنديش، شوف هذا عندي، هذا مزيان، هذا كتب اسلامي، هذا المنار الاسلامي، قلت له لا ما خديش هذا، هذا الوعي الاسلامي، قلت له ما خديش هذا، هذا ما عرفش ني داك يجبر لي شي، عنده حقوفه في يد واحد الصويا،
هذا الكتاب هذا وكاين كتبيات هكدا وديك الحسن الحصين وديك بزاف ديال الكتب عندهم خلطني بيه. شوف هذا قلت له لا واخا خصني لا قلت لك لا عندك واخا لا ما عندكش انا ما خصنيش لا لا شوف هذا مزيان وكاين هذا معرض ديالي ما عرفش ني وهادي وطا طا 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 حمقني اخر وديك الراجل اللي جالس قدامي داك الشيء اللي كان جالس بلاصه قدامي كيقول له ما صافي قال ما خصوش يا خالي قال لي ما خصوش يا راجل كيقول لك ما خصوش يا خصو الكتاب اللي قصو ما عندكش صافي كدا وهادي ما عرفش ني كدا كيقول له اخي ماشي شغلك كدا هادي ما عرفش ني والناس راه فين عرفتي كيقولوا صافي صافي صدعتي ان الله يعاونك كدا هادي وانا ما كنخرجش عادي كنهضر مع صافي كدا هو ناصح لا شوف الكتاب هذا فلان فلان ما عرفش ني كدا انا صافي انا وسوسني انا شوف سخا للناس كيقولوا سقيري انا كنخصني نشري معاه ما عندها هذا خصها كنت الوسواس ديالي اللي كيقول لي كيقول صافي قلت هذا واقيلا محرض شي واحد حرضته عليا واقيلا مسرد هو ناصح شحال الناس راه كاين ما عطاه يعني اللي ساق ليا انا نشوف هذا وما نعرفش ني وانا ماشي مع هذا الحمد لله قالوا لا انا خصني نكتف لا عندك واخا مع ما عنديش مع هاد الكتب هادو خصني في الفلاف لاني كنبرد معاه انا انا بدي عاوتاني شنو القرايه غادي نقرا نحق لكم قرينا كنت عندي كنقرا كنبقينا في المدرسه كنقرا بحال اللي كنا وهادو وديك خانا كيقول صافي ما عرفتش يطاب شي بحال خلي ما عرفتش شي صافي مشي كدا كيقول لهم شغلك المهم انا وسوسني باش كنقول صافي هذا وقيلا مسرط شي واحد حرطو عليا ما جايين عندي انا ولا ساق هيدا انا عند هاد خانا هادا ما على الاقل ديالي وسوسني باش كنقولش عند هاد خانا يعني سردوني عندي المهم لي قطع ياسو ما خصنيش عييت عليها زيد لصق فيا قال لي كتعذبوا من هذا وحتى كتقلب لي في كتوبه شوف هادي شوف هادي والاخر ما تشريش وعلاش انا سخرت لك انا شي كتوبه انا شوف شي كتوبه حد حد حتى شي كتاب حد يشوف يدي انا هو انا صقي غني بوحدو ودي خانا كيقول له لا ما حد لك مكتوبه دي خانا عاوتاني ما تعرف عاود ما عرف منين جات هو واحد مسرد ولا كيقول له ما حد لك مكتوبه صحت لصق في الراجل ولا فابور ليلي وبعد الناس قالوا فينا فابور ليلي يقول لك ساعه الصخ برازيل واحد قال لك كتبه لا والو ما خصوش يقول لك ما خصنيش تجينا لا صخ راه يعذبني انا كدا وانا من هنا علاش كدا وانا يتعذبوا منا والصخ واحد اللصقه وسوسني بصح زاد وسوسني يقول صاد هذا 100% مسرد فهمتيني واش عرفت من هذا عاوتاني النفس من هذا اماره بالسوء وحنا عنده واحد القارين عاود ساكن معنا كيقول القارين السوء ديك الوسواس كيوسوس لي فودني كيقول هذا محرض وقاري السعلي عندي داخل ساكن الدماغ ديالي داخل او كيجري في الدم كيقول لي هذا راه ما عنده حتى شي حل اخر الا الحل التي انك تعرف مع ديك اللصقه الساق مع كان كيشوف النبي كيشوف فيا في الكار واش عنده هذا محرض وديك قاري السعلي عندي داخل كيقول لي هذا راه بصح لا ما يبعد شي منك خصك تعمل مع الواجب ايوا صافي يا اخر كيقول له صاحبي بعد منه الوسواس كيوجد لي في الودن ديالي قاري السعلي كيقول لي هذا خاصك تعمل مع الواجب بنادم كيقول نعرف الشيطان هو ما باغيش نعرف الشيطان صافي والوسواس هو اللي كيقول لي هذا راه محرض مسرج عندك صافي بدا كيبان لي كلشي ماشي عقل لك انا كلشي كحال ولا هادي بدا كيبان لي كلشي ما كحال ما بيض ما والو صافي هذا محرض وكيخصو الواجب علي قال لي ديك قارين السوق خصو الواجب انا ما كانش من عكزي نوض واحد النوده كيت واحد يد الله وحرض كراو مع ديك الوقفه مع ديك الراس صحيح دمايت من اخر ديال الدمايت كتبت ترشو شنو غادي يوقع هذيك الوسوس اللي كان جالس قدامي ديك الباشا اللي كانت قدامي كيقول اللي كان فابور ليلي رجع كونتر علاه تحكر له حكر راس راه بصح لا قاسي فابور ليلي رجع كونتر ليلي وديك الناس اللي كانوا كيقولوا نعرف الشيطان كيقولوا نعرف الشيطان كانوا فابور ليلي كاملين علاه تحديت عليه علاه تحكر راس راه بصح وينا وهادي او اللي قاري السوء اللي كان كيقول لي اعمل مع هذا محرض مابقاش كيجوش لي بالراس ديالي ديك الوسوس ديال ودني مابقاش ورجع كونتر لي ليا هذا كيقول لها صحاب قالت ضربت هذا ما عرفش ني هو الصاق ودميت من اخر هو هذا الكريس المنزل لا صاق فيا غير وين ما عرفش ني جاوا لي البوليس يخرجني من الكار ما تيقات على والله ديك الخنسيه ولا كارد القديمه ديال تيتوان كان عندهم فوق في المكاتب والبيوت ولكن تحت تما الممرات ديال الكيران في كيرك والكيران كاين باب كبير كتدخل والباب كبير كتخرج كاين واحد جوي مع تمايا وكاين بوز دو بوليس والمراحل مهم روينا ديك الكريس شابر من هنايا هو شابر روينا وديك الولد كان واقف قدامي ودا الحرم جات هو عاوتاني كونترا ليلي بوليسي اخر مع ضربت ما عرفش ني بدا قلت له انا ما ضربتوش انا ماشي انا اللي ضربته صافي ما قلت له ماشي اللي ضربته
هذا كيف بيه كتبه ورسق فيه كده ما عارفش اني كده هذا اللي كان يقعد قدامي ولي طولي الدودر ولا هوا ضرب وروينا هذا اللي تم تهو جيبه ولي ضرب ولي عمل مش فيكم طرع لي شعلت معاه كامني ديك بوليسي عرفت على ضربت سيك قال هذه قتل لي مع فهمتيني والمهم ويا خرت عارف مقعر من اخر ما قدر هذيك كان الراس هنا من اخر عاد تنزل له من اخر دميت عيدا وديك الكتوبه ديال الضرب جاتينا وروينا وكاوت الحياه كلشي كانوا فابوري لي على كلشي كونطرا لي ما هذيك بوليسي كيقول له عاد تابعو كيقول لي عاد تابعو هي ما عرفش اللي المهم جيت انا هذيك البوليسي كان ديك بوليسي اللي عمرها سلعه تحت واحد البوليسي اللي عمرها تقول الله يجازيك بخير انا ها الواقع كيفاش الواقع انا جيت حقا جاك ويقتاز ديالي كدا هادي انا راه كير هادي لصق فيا واحد خانا قال السماعي داو لي طول يدو طاقت ما عرفش اللي كدا هادي معازك شمال الكتوب هذيك الكواغد الملف يدي شافو هيدا ما كاينش واحد السيره وشاد الخدمه وكدا باسبورتي عشاف واحد اسم سمايا وكدا هادي قال شني كيجي كذا قلت له كيجيني كذا كذا انا ما نقولش مثلا شغل اسم لا يعني عرفني انا مع عائله محترمه تايا انا ماشي من ديك من الدار ولا هادي يبقى المهم ذا هادي ما عرفش اني عاد صالحنا ما صالح ما عرفش اني المهم لا عمر سمع ديك البوليسي صالح الامور كدا هادي ديك خانا كدا ما عرفش انك يرغب فيك مع عندي عندك مع كتوبه ديالو مخلطين بالدم تما هيك مسخول بالدم ديالو هادي المهم عطيت واحد البركه تعاون تما المهم فوق الجره صافي صافي كون الله يرحم ولدك راه كنشكر الكران كيخمران كيخارج كنشكر درجه ما شربش حيخرج على الباب صافي عاوترتو خارج كون الله يرحم ولدك راه كان عاد يخرج عيسمع فيا ما عرفش اني المهم جا الدنيا الامور ديالنا حتى كنكر خرج ملي كيخرج الكار من الباب ديال المحطه ديال تطوان كيف كيخرج كيضرب واحد الرامبوان صغير هيدا وكيوسع على العقبه ها كيدور الشارع كبير اللي عادي يشبه اما طنجه واما لو وصل الشارع دخل كيقول طريق الشاون تما عاود شي بحال الشاون ولا شبه لو وصل دردار عاوتاني شبه طريق تفاسه ولا طريق ديال الحسيمه مويت فكيت انا خبز كنجري حتى كنكره هو هيدا باش عيطو من الشارع الكبير تحتاني انا هوز واحد الغرسه تما بحرية كبير عادي كنجري كنجري تخرجت وتعرضت له تعرضت له خرج من الطريق هكذا كان شيار له وقف خاصو الطريق تاع شيار له باش يوقف على الكريسو مع ما شام صاحب ديك الفو توقف يعني وقف له في الطريق اللي ما يقوس فيه ولا يوقف مو يوقف صح وقف حالي صحه ايوا طلع زين زين قلت له كم جا جا قال لي وكر عامر في عدمي طلع الورقه فين هي هكذا ليش عندك الورقه وهذاك الكارير كل شيء هو هذاك إذا ديك الورقة كيجبان لي أنا الورقة فين ماشي نتي قلت له طنجة قال لي نتي عملتي لنا الفوضى نتي ما عرفتش شني كدا هو ديك الكار لي ماشي هداك الكار ماشي الناظور دابا أنا ملي شبرت الورقة طنجة وها هو يجي في اسم الشركة الكار راه هو في الاسم ديال الشركة ركبت فيه هو ديك الكار هداك دا الناظور أما الكار طنجة عاد داخل دابا هادي كنت كنقول مسرد مسرد ولا محرر سردوه ليا دابا الصح على القدر سردوه ليا باش نعاود لك الكار هذاك هاي القدر سبحان الله العظيم ديك الانسان هو اللي صار ربي وروينا وهادي حتى خوص خوص من ديك الكاريير ما لكم زعما ساكت ساكت ما كاين حتى شي حاجه مطمئن وبخير مع راسي وربما راه كيعجبني نركب في الكارشي ما راه كيعجبني نركب كيعجبني نعس في الكارشي نوصل كنت عنوض من نعس عند راسي في الناظور ماشي في طنجه شو سبحان الله العظيم وانا رجع كنجري عاوتاني المحطه من رجعت من المحطه الكره هو فينا عاوتاني صالع يعني الكره هو خصو يخرج لان يعني الساعه كانت قريبه من الخروج الباب ديال المحطه التحتانيه فين كيخرج الكرم كيخلوك تدخل من خاطر ضرب دوره كبيره ملي ضربت الدوره على الباب الفوقانيه عاوتاني ما يجي نوصل ساكن عاود الكار عاوتاني خرج على الباب عاوتاني نعاود نفس العمليه اللي عملتها مع الكار يا خو نمشي كنجري ونضرب التعريطه وهادي وطلع لي الدم وجاتني بحال واحد الرعاده يعني بحال لي شي ما ماشي يعني لا كريزه ولا عطي انا ما كنطيحشي ولكن بحال لي قلب يبدا كيضرب بزاف وعييت يعني بحال السخفه صافي فهمتيني مع ديك الكار خرج مع جاب الله تما تما عند واحد جوي معاه صاير عند واحد الحشيره جيت تما وجلس يعني بحال الدوخه والكار خرج مشى بحال اللي كيقول طنجه هو هذاك مشى قلت يا تما وسبحان الله هذاك البوليسي خشعني عاوتاني عندي قلت انا باقي اش كتعمل هنايا قلت له قال لي كاين اللي كاين عليا كيفاش راه ديك الكار اللي كنت سركت فيها كانت الناظور يا ربي يحفظ الاستاذ هاد الاسلام كامله كانت خير لي اني ما كنتش نمشي للناظور نمشي لطنجه مع الكار طنجه خرج المهم كنقول خيرو فيما اختاره الله
تهدين شربت الماء وبقيت قال شي حاجه تما بقيت كنبقى حتى ديك خانه عاوتاني اللي وقع لي مع الصداع اللي كيبيع الكتوبه حيت ما مبقاش تما بقات ما جبرتوش. المهم بانت لي عاوتاني خرجت مشيت لواحد الباسيو عاوتاني فوقي كيقولو واحد باركي تما باركي تيحة طنجة واحد باركي كبير تما باركي وفيه واحد القهوة لداخل كنت كعجبني نطلع نريح بيها كنت ديك القهوة شي حاجة تما تقاوت عاوتاني كنسلم الغيار ما بحال هستيريا العقل العقلية ديالي مخربق الداس ديالي بحال في تنازل مفتون بوحدي بقيت كندور عاوتاني كندور ونرجع للمحطة عاود رجع للمحطة نقلب على ديك الخانة المكتوبة ونعجبرو عاود تمايا جبرتو مشيت لعندو قلتلو أنا جيت نتسامح معاه كذا هادي المهم درعتو وتسامحت معاه وصاحبو حق راه لي وقع لي وقع راه ديك الكريم كيفاش راه ماشي طنجرة كنمشي للناظور تنهار ربي سبحانك صرد زين صرد كن عندي كذا وهاداك الشي كامل كنهي القدر وهادي وكذا والمسامحة وقتلو بلا كتذكرو هيدا وقتلو من الأحسن بقيت تبيع الكتوبة الكتوبة شكون لي باقي كيقرا في هاد المغرب كاع في كل وقت هذا الوقت هذا محال كيقرا حنا قراية ضعيفة عندنا عمل شي حاجه اخرى ديال الماكلة عمل الشوكولاط عمل كيكات عمل الزريعه عمل وكذا وكندردش معاه كنضحكوا وسبحان الله العظيم رجع صاحبي فين ما كنطلع انتي توا كنبقاش عليه كنجبرو تما كنشري من عنده وكحكاح معاه وضحك معايا ورجع صاحبي نفس الصح شو سبحان الله العظيم شو سبحان الله هذاك كنقول لشي واحد صردو والقدر صردو مشنا ولدك هكا وهذه هي اللي كاينه اخوتي حنا بغينا نجبدوا هاد اللماحات بحال هكا ترى مره نفتشوا عليهم هضروا فيهم اما على هذا الراس هذا شني قوت هذا الراس هذا وربما دابا كاين بعض الاصدقاء ديالي الطفوله اللي كيعرفوني وكوزوا معايا الطفوله او كوزوا معايا حتى الطفوله اي بعض الجوطيه والسوق برا والمغامرات نسبتها وكتامه وبعد الجبال وسير 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 ربما راه كيتصنتوا لي راه عارفوني كنقول الحق ما كنكذبش وعاني من عاود فهاد الشيء هذا ودابا نبقى نعاودكم فهاد الشيء هذا باش نبعدهم داك القصص ديال القتيل والحباسات وكلشي كيهضر بهم دابا الجرائم ديال القتيل وقصص الحبس وقصص ديال البارود المخدرات كلشي كيهضر عليهم وكلشي معروفين حنا خصنا نضحكوا غنبقى انا نفكر زعما غنبقى نهضر في الامور بحال هكذا شي مغامرات ديالي ولا اي واحد عنده شي مغامره نعاودو عليه نعاودو عليها ماشي مشكل ونهضروا ايضا نضحكوا نشوفوا تويش وهادشي اللي كاين اخوتي ما نطولوش عليكم ونخلوش حاجه المره اخرى والسلام عليكم.